بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Muna Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya insya-Allah. Pada hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran yang telah dipelajari sepanjang minggu ini, iaitu dengan menggunakan perkataan mata, maknanya bilakah, dan disertakan dengan penggunaan fi'il madhi, iaitu perbuatan yang telah berlaku. Zahra akan bertanya kepada saya menggunakan soalan daripada perkataan ini insya-Allah. Tafadhali ya Zahra. متى وصلت هنا يا أستاذ؟ ما معنى متى وصلت؟ بلاك كمو telah sampai. هنا. Di sini. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى وصلت هنا يا أستاذ؟ وصلت هنا قبل قليل. ما معنى وصلت هنا؟ Saya telah sampai di sini. Qabla qalil. Ma makna qabla qalil? Sebentar tadi. Naam. Maratan ukhra. Mata wasalta huna ya ustaz? Wasaltu huna qabla qalil. Thumma as-su'al as-thani. Mata tanawalta al-futura ya ustaz? ما معنى متى تناولت؟ بلاك كمو telah mengambil. الفطور. Sarapan pagi. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى تناولت الفطور يا أستاذ؟ تناولت الفطور في الساعة صباحا. ما معنى تناولت الفطور؟ Saya telah mengambil sarapan pagi. Fi sa'ati as-sabi'ah. Pada pukul 7. Sabahan. Pagi. Maratan ukhra. Mata tanawalta al-futura ya ustaz? Tanawaltu al-futura fi sa'ati as-sabi'ati sabahan. Thumma as-su'al as-thani. Mata حضرت إلى الفصل يا أستاذ؟ ما معنى متى حضرت؟ بلاك كمو telah hadir. إلى الفصل. ككلاس. مرة أخرى. متى حضرت إلى الفصل يا أستاذ؟ حضرت إلى الفصل بأمس. ما معنى حضرت؟ سي telah hadir. إلى الفصل. ككلاس. بأمس. ما معنى؟ سمالم. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى حضرت إلى الفصل يا أستاذ؟ حضرت إلى الفصل بأمس. ثم السؤال الرابع. متى تسوقت في السوق المركزي يا أستاذ؟ ما معنى متى تسوقت؟ بلاك كمو telah membeli belah. في السوق المركزي. Di pasar raya. نعم. مرة أخرى. متى تسوقت في السوق المركزي يا أستاذ؟ تسوقت في يوم الأحد الماضي. ما معنى تسوقت؟ Saya telah membeli belah.
في يوم الأحد. Pada hari Ahad. الماضي. Yang lepas. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى تسوقت في السوق المركزي يا أستاذ؟ تسوقت في يوم الأحد الماضي. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra. السؤال الأول: متى سافرت إلى الصين؟ ما معنى متى سافرت؟ Bilakah kamu telah bermusafir؟ إلى الصين ما معناه؟ Ke China. نعم. متى سافرت إلى الصين يا زهرة؟ سافرت إلى الصين في الأسبوع الماضي. ما معنى سافرت إلى الصين؟ Saya telah bermusafir ke China. في الأسبوع الماضي ما معناه؟ Pada minggu lepas. نعم. أسألك مرة أخرى: متى سافرت إلى الصين يا زهرة؟ سافرت إلى الصين في الأسبوع الماضي. ثم السؤال الثاني: متى ذهبت إلى الجامعة؟ ما معنى متى ذهبت؟ Bilakah kamu telah pergi؟ إلى الجامعة. Ke university. نعم. متى ذهبت إلى الجامعة يا زهرة؟ ذهبت إلى الجامعة في يوم الخميس الماضي. ما معنى ذهبت إلى الجامعة؟ Saya telah pergi ke university. في يوم الخميس الماضي. Pada hari Khamis lepas. نعم. أسألك مرة أخرى: متى ذهبت إلى الجامعة يا زهرة؟ ذهبت إلى الجامعة في يوم الخميس الماضي. ثم السؤال الثالث: متى استيقظت من النوم هذا اليوم؟ ما معنى متى استيقظت؟ Bilakah kamu telah bangun؟ من النوم. Dari tidur. هذا اليوم. ما معنى هذا اليوم؟ Hari ini. نعم. متى استيقظت من النوم هذا اليوم يا زهرة؟ استيقظت من النوم في الساعة السادسة صباحا. ما معنى استيقظت من النوم؟ Saya telah bangun dari tidur. في الساعة السادسة صباحا. ما معناه؟ Pada pukul 6 pagi. أسألك مرة أخرى: متى استيقظت من النوم هذا اليوم يا زهرة؟ استيقظت من النوم في الساعة السادسة صباحا. ثم السؤال الأخير: متى تناولت الغداء بأمس؟ ما معنى متى تناولت؟ Bilakah kamu telah mengambil الغداء makan tengah hari بأمس semalam. متى تناولت الغداء بأمس يا زهرة؟ تناولت الغداء في الساعة الثانية والنصف مساء. ما معنى تناولت الغداء؟ Saya telah mengambil makan tengah hari. في الساعة الثانية والنصف ما معناه؟
pada pukul 2:30 petang. Masaan petang. Naam. As'aluki maratan ukhra. Mata tanawalti al-ghada'a bi'amsi ya Zahra? Tanawaltu al-ghada'a fi as-sa'ati ath-thaniyah wan nisf masaan. Barakallahu fikum. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom lagi kita berbahasa Arab. Jom.